رب العالمين خلص يعني بعد آية آية يلعب آية الله واضحة هو خلص يعني هو ذاك الرب العالمين حبيبي ما تعرفت آية أنت إن الدين عند الله الإسلام هذه آية واحدة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أنا أبيكم شيء أنا أبيكم أحبابي بارك الله فيكم والله دقيقة أنا أرجع لك دقيقة أنا أكمل دقيقة لا لا أنا لك أنا أقول لك إيش أنا وصيتي لك وللأخ هذا وكل إخوة هنا عليكم بالقرآن والله القرآن أنا ما أقول لك السنة لأن تقول لي أنا ما أؤمن بالسنة لكن عندما تقرأ القرآن تصبح سني إن شاء الله هذه نصيحتي لك حبيبي هي سني أو شيعي احنا كنا نقرأ القرآن أنا شيعي أنا شيعي قدامك أقرأ القرآن وما أنت ما تقرأ القرآن حبيبي ما تقرأ وما تكلم أقرأ صوت قارعة هو ما قرأ صوت القرآن ما حافظ لا أنا فاهم مشكلة المشكلة عندما تقرأ عندما تقرأ بعض الأحيان تقرأ كما تقرأ جريدة هذا ما في فائدة بارك الله فيك والله إيش يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون فالقرآن لابد إذن يحفظه أنت تصلي صحيح؟ الحمد لله أي سورة تقرأها في الصلاة؟ أقرأ سورة البقرة سورة الكرسي كلها أقرأها أقرأ سورة البقرة أقرأ سورة الكرسي إذا تبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا لا تأخذه له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات نسيتها كلها أقسم بالله لا ما في مشكلة بعد الحين تقرأ أنا ما لا ما في مشكلة يا حبيبي عليك بالقرآن أنا هذه نصيحتي لك يا حبيبي أقسم بالله شوف أنا رجاء شيعي قدامك بحياتي لا قبضت عليه للصحابة ولا سبيت عائشة أنا رجاء شيعي قدامك أنا قد تكلمنا كسي أنا أختي سنية وأمي سنية هل عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة الرسول خلاص الله يقول عن أزواجي عن الأزواج يكونون مع عن الزوجات يكونون مع أزواجهم في الجنة والرسول سلم يكون في أعلى جنة فعائشة تكون معه طيب طبعا لا أحد تكون معه خلاص قل طيب أكل قل طيب قل الله محشني مع عائشة ليش أقول الله محشني مع الرسول ليش أقول معه لأن عائشة تكون مع الرسول الله محشني مع أهل البيت كلهم لا مع عائشة عائشة أقول خبر الله يرضى على خلاص قل الله محشني مع فاطمة اللهم احشرنا مع فاطمه مع عائشه لا لكن مع فاطمه لا تجلسها تقيه لك تقيه هنا لا تقيه يا اخي لا لا حبيبي لم تشوف انا اقول اللهم احشرني مع امنا عائشه لان امنا عائشه اللهم احشرني مع فاطمه اللهم احشرني مع عائله الرسول كلها وخلاص كل ابو جهل من عائله الرسول ابو جهل من ابو لهب من عم الرسول ابو لهب يا بتعرفوا انا اقول لك احشرني مع عائله اهل الرسول اهل الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة خديجه وعائشه هذا احشرني مع لا انا ارى شو حبي انا اعرف هذه تلعب انسان يتلعب يقول لك انت لا تستصطب شخص واحد لا انا فاهم انا فاهم هلا حبي شوف فاطمه بنت من فاطمه الرسول عليه الصلاه والسلام يعني مرته ولا عائشه من مرته مرته نعم الرسول الله يقول الله يقول في يوم حبيبي شوف حبيبي شوف حبيبي الله سبحانه وتعالى ذكر في انا ما اتذكر الايه جيدا لا 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 اخي هذه ايه في سوره في لا عبد الله بتقرا القران انت بس حبس لنا بليز تدخل ايات في مايكل جاكسون انت دخل بطاطا مع الحمص انت توبى الى الله ومع الدجاج طغت قلوبكم فين وانت ظاهر لا لا اخي في سوره الطور في سوره الطور سوره الطور انا نسيت الايه لكن طلقكم سوف يزوجه باحسن منكم خلي هذه ما في ايه هذه اخرى هو مخلط هذا قران غير والله يا الله تبتعد عنها هاي الايه عقلكم عقل فارسي ولا لا يبتعد عنها هاي الايه ما يعرفها والله ده جديد عندكم الدين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذا شوف 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 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين هذه ذريتهم أزواجهم أهلهم فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته عائشة تكون في الجنة الرسول سلم كذلك فاطمة لا اسمع لي حبيبي اسمع لي واحدة واحدة حبيبي أنت ليش شيعي شوف أنا ما أقول لك عائشة ما تخلي الجنة ما أقول لك عائشة هذا هو قرار رب العالمين مو قرار هو أنا هسه من الله ذكر خلاص مع الرسول ما أخصص واحد مثلا الله ذكر بأن الله ذكر بأن أزواج الرسول في الجنة ما ذكر نعم أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أزواجه في الجنة هاي ألحقنا بهم ذريتهم ما قال أزواج الرسول كلهم بالجنة والله الشبعت كذا قال هذا والله أبو عبد الله حبيبي أنا أقول لك إيش أبو عبد الله كم السعر تفاح في العراق
تفاح والبطاطس والله هذا شيء. هذا ايش اقول لك انا؟ اقول لك ايش انا؟ لا لا خليني اتكلم معاه. لا انا اخاف منك يا علامة زمانه، انت امام الثقلين وعلامة الخفين. اسمع انا اقول لك يا شيخي، القران الله سبحانه وتعالى، انت عندما تقول انا شيعي انت تتبع اصول كافيك صحيح؟ هل كتب الشيعة انت كيف شيعي انت؟ لكن عندما تقرأ القرآن كتاب رب العالمين وخلاص يعني خلاص. لا بس كتاب رب العالمين ما قلت صباح شيعي بعد ما ختمت غير كامل عشان اعرف. لا انا ختمت مرات القرآن كله ما يقول لك اصبح شيعي ابدا، بل القرآن كله يخالف عقيدة الشيعة. مستحيل ولا آية تخالف. انا ما اقول لك انا شاطر بالنقاشات، انا هيك قاعد. الله يهديني. ايش اسمك حبيبي؟ جاي اسمعك. كم ايش اسمك؟ والله ايش اسمك؟ اسمي بدر. حي الله اخانا بدر. والله اخي نصيحه لكم، انسان يدعو الله سبحانه وتعالى ويقرأ القران. انا هذه نصيحتي للشيعة عندما ياتوا، لان ربما اذا قلت لك السنه السنه قل انا لا اخذ بسنتكم، اقرا القران. انا قلت لك انا الشيعة ممكنهم يشابهون، اقسم بالله. انا عارف انا قدامك شيعي، اقسم بالله بحياتي ما سبيتها للصحابه بحياتي. اقول انا مرات من الصحابه اقول الله يرضى على اهل البيت ويرضى على اهل الصحابه. انا ما اقول لك انا الله قال رضي الله عنهم. اي خلاص غير محتاج أن تقول. انت انا اتكلم وياك، انا ما اقول لك انا اكره اهل الصحابه. لكن بدر 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 ما الراي؟ ما كلهم احبهم يعني، ما راح اكثر. طيب طيب ما رايك في من يسب عائشه؟ والله هذا حشا بعرضه يشوفه. ها يشوفه بعرضه، هذا ما فهمش كيف بعرضه. بعرضه يعني يغلط، يغلط على عرضه الرسول، يغلط على هذا خبيث. أيوة هذا زنديق والله صراحه. بارك الله فيك. الحمد لله هم يقولون عائشه زانيه وعائشه مسوي شيء غلط، وجرت بنت عائشه تطلع افضل منهم. هذا اللي يقول اعطيني كتاب شيء. لا لا بدر 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 دقيقه. من يقول عائشه زانيه والعياذ بالله فهذا يقول بان الرسول زاني، لان الله ايش يقول؟ الخبيثات خبيثين. طيب فالان والطيبات للطيبين. فالان 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 طيبين. نعم 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 والطيبات للطيبين كذلك. يا طيب والطيبات طيب. نوح طيب زوجته طيبه. نعم في العرض، في العرض. نعم طبعا بالعرض هي كانت كافره ولا زانيه ولا. الحمد لله. نعم هي كانت طيبه في العرض، في العرض في العرض. كلهن ما زانيات، كلهن الحمد لله طيب، كلهن طاهرات. اي نعم طيبه، هذه معناتها طيبه، طيبه في العرض. من الطيبات ما تعرف شنو معناها، شنو يا اخي حبيبي. الطيبون من الكلام للطيبين من الناس، والخبيثين من الناس ما يتلفظون الا الخبيثات من الكلام. خلاص خلاص. فالرسول فاذا كانت عائشه زانيه، زانيه خبيثه من الكلام. بارك الله فيك. الزاني لا ينكح الا زانيه. منو قال عائشه زانيه او مشركه؟ طيب هذا الكلام لان اقول قل لعن الله من يقول عائشه زانيه. لعن الله من يقول عائشه زانيه، لعن الله ألف مره. ما شاء الله خلاص سوف يقتلوه. العراق يرجع. شو يقول البخاري؟ شو يقول البخاري طلقها. ابو بكر يقول للنبي طلقها التي فضحتني وفضحتك. كذاب. شو يقول البخاري؟ والله مو في صحيح البخاري. فضحتها وفضحتني والله ما. هذه عندها الألباني. شو يقول الألباني الآن؟ بخاري الألباني ابن تيمية. والله دول من البخاري الألباني ابن تيمية. لا يسرك. شوف 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 الشافعي. شوف هذا هذا انطيني كتابة تبرع من الشيعة. والله العلي العظيم قدام دولة. اذا واحد الأنوار النعمانية. الأنوار النعمانية اذا كتاب قلت لك الأنوار النعمانية شو يقول؟ شو يقول؟ زانية. اعوذ بالله. شوف 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 اخي نعمة الله الجزاء. نعمة والله اذا نعمة الله. عبد الله تكلم معك ألف مرة. اذا خليني شوف. خليني دائما خليني شوف. خليهم يشوف الاخوان. خليهم يشوف الاخوان. والله زوجة نبي. لحظة لا يا بعد روحي. خلي يقول لك ما في زوجة نبي زنت. شلون تقول هذا الكلام؟ خلي طلع انا نتي بي مين لا اخي حبا ياسر حبيب ما لك فيه. اصبي هذا مو منهج. هذا هذا شنو؟ قل لعنه الله. لعنه الله من بره. هذه تقيه. هذه تقيه. لا لعنه الله. يلا الله يوفقه ان شاء الله. يلا شو تقيه. يلا خايف منك.
يا الله يحفظه ويعطيه العافيه والصحه. تلعنه تلهجه تلعنه. لا 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 سيد في انت انت قاعد تسوي تقيه والله العظيم. انت قاعد تسوي تقيه قدام الجماعه تخلي الناس عاد يحبوك انه يرضون بيك بكلامك. هذا غلط. هو يهرب. شو صار؟ لعن الله من سب ولعن وآل البيت او زوجات النبي. شنو هذا؟ هذا كلام زين. شنو هذا؟ هاي كتبنا، هاي كتبنا، بس كتب كتبكم السبه. ما تسبونه؟ انا ما اسبه بس هو مخطئ. شو اسوي لك؟ اطلع خال. ها سبيته سبيته. انا في هذا. ايش قال؟ شنو الفرق بينه وبينه؟ ايش قال؟ شنو الفرق بينه وبينه؟ ايش قال؟ هذا والله ينسي. ما سبه مخطئ، ما سبه. ما انت مخطئ؟ ابو بكر. كيف مخطئ والله مدحه؟ كيف مدحه؟ السابقون الاولون من امواج انصار والذين تبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. احسان لا سخي احسن من اهل البيت. عنده احسان شرط. هذا ما كلنا خلاص. هذا خلاص 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 خلاص. والذين اتبعوهم باحسان شرط الاحسان. يقول لي ابو بكر احسن من اهل البيت احسن من محمد بالاحسان. طيب طيب احسن من محمد. اسكت يا معود. يا معود ما سبينا. قاعد اقول لك احنا السؤال يعني اللي طلع خطا فلان معناته يسب. طيب 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 بحال انوار. بحال انوار عفوا بحال انوار المجلسي. لا لا عفوا ما انسان. لا لا عفوا الحمد لله. الصادق عليه السلام يقول الصادق في قوله تعالى واذ الصادق. ايش قلت انا؟ الصادق. انا ايش قلت؟ صحيح ما اجر الصادق. لا لا يقول انا ظنيت هذا مستحيل يقول الصادق. هذا الذي ذكر في كتبكم اخي الصادق. الصادق عليه السلام انه كان يلعن في دبر كل مكتوبه اربع من الرجال واربع من النساء. التيمي والعدوي ابو بكر وعمر وعثمان ومعاويه واربع من النساء عائشه وحفصه وهند وام الحكم اخت معاويه. هذه يلعن عائشه. لا لعن واحد. اسمع دقيقه. لا دقيقه دقيقه. هذا هذا اسوء. خذ هذا اسوء. لا خلي خلي هذا. اسمع اسمع انت حبيبي انت قل لعنه الله. شنو المعنى؟ المعنى معنى اطراد المرأة من رحمه الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلعنها. شو المشكله؟ شو يدافع؟ لعنكم الله. كيف تدافع عن اسم هذا؟ لعنه الله الخبيث. لعنك الله. غيرت الموضوع. سبحان الله. انت غيرت الموضوع. دقيقه دقيقه اخي. تعال تعال والله لو دقيقة أنا ما أتكلم معهم لأن جنوني. والله تعرف إيش؟ لأن والله يا أخي أخي حمزة والله يا أخي حبيبي ما في مشكلة. ما هو أسوأ أخي؟ ما هي أسوأ؟ المرأة المرأة الزانية ملعونة أم غير ملعونة؟ الزانية أخي. الزانية ملعونة أم غير ملعونة؟ أخي اللي وين؟ سكت. ما تفهم عربي أنت؟ أنت ما تقرأ. ملعونة أم غير ملعونة؟ لا أنت تكلمت. المرأة الزانية ملعونة أم غير ملعونة؟ ملعونة. خلاص فإذا ملعونة ايش معناتها؟ واللي ترجم اخي والله حبيبي والله يا اخي هذه تعرفهم يدافعوا عنه يدافعوا عن الرجل. والقران شي اخي ما رايك في الانوار؟ ايش يقول؟ يقول ملعونة. القران شي يقول؟ ليش لعنه؟ شوف انا اقول لك ليش الان خليك لما ما نلعن ام عائشه والان سوف يريد يقول في القران. انا ما اتكلم معك انت اصلا. الله يعلم ايش اقول. ايش صغر القلب صغر القلب. شنو يعني صغر القلب؟ سغ القلب. سغت قلوبكما. إيه طيب شو معناتها؟ ما معناتها؟ من هن اثنين هن. ما معناتها؟ ما معناتها؟ ها؟ يعني خروج الايمان من قلبها. الكذب لا خلاص. سغ القلب كذب. شوف 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 خروج الايمان خارج عن الموضوع. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدينا. شوف 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 لا هذا ليس هذا ليس معناه. لان اقول لك ايش معناه الان. هذه زيغ زيغ هذا زيغ زيغ ليس سغ حبيبي زيغ لا تقول زيغ نفس الصغر. لا 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 قول لي شنو هو والله يا اخي. شوف تعرف هادو تقيه تعرف اول اخي هذا هذا كلمته كثير من المرات. تعرف انا تعرف انا حبيبي حبيبي تعرف انا ابو عبد الله بعدين بعدين حياك الله. تعرف انا ايش فعلت حبيبي؟ يا اسمع اسمع ابو عبد الله والزا والصا ما تعرفونها صغير وصغير شنو يعني اخي؟ ما تعرفون باللغه العربيه صغ القلب وزغ القلب خروج الايمان. اوكي ما هو الفرق بين صيد وزيد؟ بعرفها. ما هو نفس الشيء؟ صيد وزيد؟ لا ما هو صيد وزيد؟ ايه؟ لا لا صيد وزيد هذا انسان. انت لا لغه عربيه لا فرنسيه لا انجليزيه اي لغه يتكلم هذا؟ اسالك سؤال. اسالني سؤال. ما رايك في من يلعن عائشه؟ ليش معصب؟ لا انا جزائري هكذا اتكلم. قل لي ليش متعصب؟ انا جزائري اتكلم وانا اتعصب على امنا عائشه. فهذا تعصب ممدوح. لا تلعنها. فهذا تعصب ممدوح. ما عليك انت قبل ان تكلمني ما رايك في من يلعن عائشه؟ ما اسالك انا اسمعني. اجل تفضل. الناس تبي لو لا ايش كل بس
مع ابي عبد الله ما يستفيدون ابدا. التدريب الناس الان موجودين يستفيدون لولا. تفضل. اذا خلي نقاشك هادئ، خلي نفتهم لك تفتهم عندنا، ماكو سياح وماكو واحد يتم الثاني تقيه وما تقيه. لا انا ناقشك انا كشيعي اقول انا كنت شيعي واصبحت شيعي لانه امنت بما امرني به رسول الله. امنت ولا امنت؟ اسمع اسمح لي اكمل. رسول الله امرني باتباع القران الكريم والعتره الطاهره. انا التزمت بهاي من رسول الله، انت ما التزمت هذا مو ذنبي انا، ذنبك انت، انت خالفت. خليه 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 يكمل حبيبي، خليه يكمل خليه يكمل. لم يؤمن بما امر رسول الله واضح امره. اني تارك اني تارك فيكم. لا خليه يكمل خليه يكمل. حبيبي حبيبي خلي او لا خليه يكمل. تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة اهل بيتي، ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، وهما اسمحني لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض، يعني لا الجنة ما يفترقون. الكتاب كشيعة هل انتم متفقون؟ الاثنى عشرية والخمسية حبيبي 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 احنا اول مرة تتكلم معي ولا معاه؟ تتكلم معي ولا معاه؟ خلاص نتناقش. للمبدأ الأساسي خلاص. أنا شوف أنت تبع القرآن أم لا؟ خلاص القرآن يقول تبع المهاجر أنصار. أعطيني آية في كتاب الله واضحة تقول اتبعوا العترة. رسول الله لا أو أول لا لا أشوف الرسول شوف الرسول شوف حبيبي شوف حبيبي حبيبي خليه ما يكمل. شوف هذا يقدر خليه يكمل. الآن إذا الحديث خالف القرآن تأخذ بالحديث؟ لا ما أخذ. طيب في القرآن الله لم يقل اتبعوا أهل البيت أبدا، لكن الله يقول اتبعوا المهاجرين والأنصار. الرسول والأمر منكم. طيب والأمر من هو الأمر؟ من الرسول التحقق حبيب واحد. شوف هو تكلم ما قطعته. لا أنا أتكلم قطعني. طيب واحدة واحدة. شوف عندما ذكرت آية مش أقول لك سمعنا وأطعنا، يأتيك بآية وسوف أرد عليه في هذه الآية، لأن هذه الآية قال الخليني ليست للشيعة. لماذا؟ لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى من؟ إلى الله والرسول. ما قردوا إلى أولي الأمر. إذا كان أولي الأمر هم الأئمة فلماذا يقول الله يردهم إليهم؟ فهذه حجة ضدك ليس معك. فنرجع إلى قوله تعالى آية واضحة. قال الله تبارك وتعالى السابقون أول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. تبعوا من؟ مهاجر أنصار رضي الله عنه. خلصت؟ خليني كمل خلص. يلا كمل كمل الآية كمل. مو انت تطول تفتح شنو الكاميرا؟ رضي وين هالكاميرا؟ هذه هذا انجليزي ما يفهم عربية مش عارف ليش سوى. طيب الله يقول اتبع ما جاء انصار. هدوء على كيفك. انا اتكلم انا لحد ما تفتح. يلا ممتاز يا سيمو. اتبع ما جاء انصار الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله يقول كونوا مع الصادقين. والله ذكر بأن المهاجرين من الصادقين. فهل أنت تتبع أمر الله؟ خليني أسألك سؤال الآن. هل أنت تتبع أمر الله تتبع مهاجر أنصار؟ أجاوبك. هل تتبع؟ ما هو سؤالي؟ أنا إجا رسول الله. لا لا جاوبني عن السؤال. جاوبني عن السؤال. ما هو سؤالي؟ ما هو سؤال؟ جاء رسول الله وقال لنا انت قلت له تبع المهاجرين والانصار صح ولا لا؟ يا القران قال لك ما انا قلت؟ رسول الله قال امرني رسول الله بعد هو اللي فسر القران. من فسر القران؟ لا الحادي يقول لا, لا, لا دقيقه دقيقه اخي دقيقه دقيقة قبل تقول لي من فسر القرآن شو فعل؟ إذا الحديث يخالف القرآن قلت لي لا آخذ به. فلماذا تقول الحديث؟ لا لا دقيقة دقيقة وما جاوبني. هل تبع مهاجر أنصار؟ أنا سألتك سؤال. من هم؟ من هم؟ من هم؟ مهما يكون الإحسان بهم. لا 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 من هم؟ أسماء من هم؟ في أسماء في أسماء من هم؟ اسمع أنت أقول لك من ثبت على الصحبة مع رسول الله ولم يغير ولم يبدل ولم يقاتل أهل البيت. نعم على الرأس من الصحابة والمهاجرين. ما قال هذا الشرط؟ هذا الرسول ما قاله. ما قال الله لا بإحسان. شوف آية افهم اللغة العربية. شوف الآية إيش حبيبي يد الله فوق أيدي فمن نكث فإنما يكث على نفسه. بيع ليس لعلي المبيع للرسول صلى الله عليه وسلم. نكث يعني باعوا أخي الله. طيب طيب الله يقول الله حبيبي شوف شوف تلاعب شوف تلاعب. الله يقول يا أيها النبي اتق الله واطع الكافرين. لا لأنك خرج عن الموضوع. ما خليتكم الكلام حبيبي ليش والله ما رأيت شيعيا يجاوب سؤال واضح. ما رأيت ما جاوبتني. شوف أعطيني أسماء المهاجرين. ما خليتني أجاوبك. تقرب من كلمة الإحسان. أنا أجاوبك. خليني أجاوبك أحسن. شوف شوف واحدة خليني أشوف من اللي أحسن من النبي بالإحسان. سامحني والله
والله تكلم مع الحمير والبغيل يفهموك. والله اخي ما شفت حبيبي. حبيبي يا اخي انا ساعتك من المهاجرين. نعم مسلم. اخلاق مسلم. اخ احترمك. محمد من هم المهاجرون؟ انا احترمك. احترمك. من هم المهاجرون؟ واقول لك اخي من هم المهاجرون؟ من هم المهاجرون؟ من هم المهاجرون؟ من هم المهاجرون؟ المهاجرون الذين هاجروا مع الرسول. مع الرسول. وجاهدوا. لا اله الا الله. ابو بكر. لا تجيب اسماء. ابو بكر. ابو بكر. ليش؟ ليش؟ 120 واحد. 120 الف. ابو بكر. تبع الوقت. هذه والله دي الوقت. خلاص خلاص والله. حبيبي شوف سامحني انا ربما زعلت. افتح قلبي. انسان مخلص. ليس انسان يضيع لي وقتي. انت مسلم. انت ابو بكر من المهاجرين. انا اعتبرك. هل ابو بكر من المهاجرين؟ لا انا اسالك. وهو وين القران يعني؟ بس هل ابو بكر من المهاجرين؟ انا بس ادي اوصل له النتيجه. ما خلوتوني حبيبي نتيجه. اي انا سالتك سؤال. من هم المهاجرين؟ انا جاوبك حبيبي. اسمع سمي سمي تفضل. انت تقول الحديث اللي يخالف القران الكريم نضرب به عرض الحائط صح ولا لا؟ لا ليس انت تقول هالكلام عند الشيعة. نعم انا اقول لما رسول الله يامرني بل اتبع القران واعتره. هل هذا يخالف القران الكريم؟ لا لا يخالف القران الكريم. لا لا شامني انت العلم. سامحني سامحني سامحني. الان الله يقول تبع المهاجر انصار ورسول. دقيقه دقيقه واحده واحده اخي. أنا, انا شايف الرسول سلم اتباعه. دقيقه دقيقه ابي. اتباع الرسول ضروري. كما اقول لك شيء كما اقول لك خلاص ما لا يدخل بس. الان طيب هل انت الرسول اللي كان تتبع الرسول الان لابد نتبع السنه؟ طيب لابد ايش؟ يا كتب خلينا نتكلم. اللي قتل عثمان انا ما يفهم السنه. الى كتب السنه. لا ما قاتله ما قاتله. لا ما قاتله مهاجرين. الى كتب السنه. ما شاء الله اخي. منين طلع؟ طلع عبيد الله قتله. ما حد منه اخي. هذا سكران. هذا سكران. لا منو قتل طلع؟ عمر. عمر قتله. عمر. عمر يا والله. شوف حبيبي هذا والله ما يتكلم معه. انا سامحني ربما قلت بغير الحمير لاني ازعل احيانا لكن سامحني. انا اقول سامحني. انا احترمك. بارك الله فيك. لا لكن شوف تعال نمشي شوي يا اخي. انا خليني اتكلم. خليني اتكلم. روح انت. بارك الله. لماذا لا ارى شيعيا يدعو غير المسلمين؟ روح ادعو. والله قبل شوي. روح روح روح. ادعوهم بالحق بجماعه. انت افضل من عندي حبيبي. لا انا اشهد لهم. والله اشهد لهم. والله اشهد لهم. شفتك انا يجلد. لا 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 انا اشهد. انا اشهد ان شمسي والله ابو علي اشهد ان شمسي احسن مني 100,000 مره بدعوه المسيحيين. الحمد لله. لكن اسمع ابو عبد الله. شوف 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 حبيبي. شوف شوف اسمع يا اخي. يلا روح. الآن عندما نرجع إلى السنة قول الرسول عليه الصلاة والسلام في كتب السنن. أي كتب السنن تأخذ كتب نحن؟ أنا لا. ما يورث. أنت لا تأخذ كتبنا. لا لا ما. وأنا لا أخذ كتبك. فلذا نرجع إلى أي؟ نرجع القرآن. لا 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 لا. كيف أجعل الكتب ولا أخذ كتبك؟ لا لا لا. حديث. والحديث الرسول. حديث المتفق عليه الصحيح. حديثنا عندنا ولا حديثك أنت؟ ماكو كتب. لا عندنا. ما أخذ بها أنا. ما أخذ عندكم. إذا إذا شنو؟ ثم نرجع إلى القرآن. خلينا نجي المشتركات. نوقف على المشتركات. القرآن المشتركة. لحظة. القرآن. القرآن. لا المشتركات في الحديث. أكو حديث أنت تقول أنا تقول. أكو حديث أنت تقول أنا أقول هذا الحديث صحيح وتقول هذا الحديث صحيح. هاي مشتركات بيناتنا. لا لكن ليس حجة أي هذا. حديث اسمعني حبيبي. شوف شوف حبيبي. الرسول حج عليك لو ما حج علي. لا عندنا نحن حج علي. نعم حج علي عندنا. يعني اسالك سؤال. خلاص في صحيح البخاري ومسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرن معناته ايش؟ الجيل. حقه الجيل ليس ثلاثه. الجيل. هل تقول بهذا الحديث؟ لا انا عندي وجهه نظر بهذا الحديث. هذا الذي أقوله يا حبيبي. فتح إلى القرآن. فالقرآن معنا ليس معكم. فالقرآن ما في آية قل اتبع أهل البيت. مصر كأن ما رأيك هو الصح ورأي الباخر. هذا غلط. أنت لا تصر. الشافعي شو يقول؟ يقول رأيي رأي صحيح. أنت مصر على رأيك يا خلاص خلاص. شوف حبيبي هذا ليس اتجاه معاكس. حبيبي هذا ليس اتجاه معاكس. وجهة نظري هذا دين. دين وجهة نظر دينية. بس دقيقة بس دقيقة بس دقيقة. وجهة نظر دينية. طبعا دينية. شو وجهة نظر دينية من ديني انا. شوف حبيبي ما جاي الحديث. جبت لك حديث نبوي شريف. والله كريستيان دي واندستا وانك نصراني. نصراني والله. تقول لا يفهمك. تقدر تتكلم عربي بايران. لا 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 انسان سادي حبيبي. لا والله لا خلينا خلينا. لا لا حبيبي شوف حبيبي شوف. اسمع اسمع. المشترك بيننا القرآن. القرآن. طيب طيب في القرآن معنا ليس معكم. أقول لكم شلون حبيبي. شوف شوف حبيبي. القرآن حبيبي. لا خلينا نخرج من الموضوع. نخرج من الموضوع. خلي خلاص.
القرآن الآيات الواضحات مع أهل السنة. مثال ذلك في القرآن، أنتم تؤمنون بالإمامة، ما مذكور في القرآن أبدا، ما واضحة. طيب هذه ليس عن علي، هذه عامة، رأيت ما في آية خاصة. الله الله ذكر القمل، ذكر الضفادع في القرآن، ولم يذكر إيش أئمة أهل البيت. طيب العقيدة الإمامان قام أو قعد وأبوهما، هذه في القرآن، هذه في القرآن. أنا قرأت القرآن، الرسول ما يسمع هذا، يدعوك إلى إمام. والله يا حبيبي والله يضيع لي وقتي أنا، هذه خليني أكمل يا أخي. دعوة دعاء الله وحده في القرآن، أنتم تقول ماذا دي علي يخالف القرآن؟ عقيدة الشيعة كلها تخالف القرآن. فإذا كان هذا هو الحال فالقرآن معنا، فمن باب الأولى أن تكون السنة معنا، والسنة الذي مع القرآن هي سنة أهل السنة والجماعة. أما سنة الشيعة تخالف القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، إني لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرآن. إني لا أسألكم، قل قل هذه بارك الله فيك، قل 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 لا أسألكم أخ صحرة، قل لا أسألكم ليس إلا زين. وأعطيك الثانية صورة حبيبي. لا لا ما تعطيني صورة، لا أنت تذبح الصور، أنت تذبح الصور ذبحا. أنا بعد أحيان أغلط، أنا شخص عندي كذا، أنا أغلط بعد أحيان، لخبط آيات، أنسى، أتكلم بسرعة. هذا كل يوم كل يوم صراط الذين أنعمت عليهم، شنعم عليهم إنما يريد الله ليذهب عنكم. هذا يتكلم هذا يقولون الربا لا يرون القرآن، عشرات الصور الموجودة بالقرآن أعد لك إياها والله العظيم. بس إنا أعطيناك الكوثر، شنو معنات الكوثر؟ نهر بالجنة سيقول لي. هذه آية ليس واضحة، ليس واضحة أبو عبد الله. أوكي ما معنى الكوثر؟ فصلي ربك، شنو معنات الكوثر؟ فصلي ربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. طيب هذه إن أعطيناك الكوثر، إيش هي أنت؟ أنا أعطيناك الكوثر، شنو معنات الكوثر؟ أنت قول إيش معناتها؟ ما تعرفها؟ أنا نعرف، إحنا حوت في الجنة. نهر في الجنة؟ لا حبيبي، نهر في الجنة اسمه. مثلا أقول لك هذا الفرات، ها اشرب هذا ماء الفرات، شنو معناه؟ ما معنى الكوثر؟ ما معنى الكوثر؟ شنو معناته في المحكم؟ ما معنى الكوثر؟ ما معنى الكوثر؟ الكوثر معناته العطاء الدائم. افتح اللغه العربيه وشوف العطاء الدائم، لغه الله. والله تفضل ما يعجبك، ما يعجبك زين. الله الله ينطي ماء للنبي، واحد يقول له انت هذا النار مقطوع النسل، شنو الفائده؟ هذا هو بالدنيا مقطوع النسل، الله شي حايش ينطي. يعني انت مثل الواحد بالصحراء جوعان وتعطيه ذهب، هاي شنو؟ الفرات اسم علم حبيبي، الله يخليك اسكت. اسم علم، هذا اسم نهر. اسمعني، الكوثر العطاء ده منين العطاء كان؟ الأئمة منين؟ لأن ايش؟ تعرف هذا الكوثر؟ شوف شوف حبيبي حبيبي ما يخليك تتكلم الآن. اسمع، الكوثر هذا الله سبحانه وتعالى بإذن الله نعطيك شيء، كل أمتك سوف يشربون من هذا الكوثر، متابعين لك. فالذين نقول بأنك أنت ما عندك نسل، أنت عندك أمة عظيمة تكون تشرب. شربتها من جوجل؟ والله ما قايلها أحد. ها ها هذا والله لا إله إلا الله، والله تكمل مع الحمير والدجاج والنعش والخبز وتكلم مع هذا. أنا بالدنيا واحد إنسان يجنك الله. أخي ذي علي وقتي والله، اسمع لا لا هو هو تعال تعال حبيبي والله أخ. لا لا تعال تعال حبيبي، الحمد لله يا ربي. ما تحمل ما تحمل، وذاك ما لا يمسه إلا المطهر. أي صورة؟ أي صورة حتى يعرفون اللبس؟ أي صورة؟ أي صورة؟ يا صورة، أي صورة لا يمسه إلا المطهر؟ وأي صورة؟ صورة بالفاتحة. لا يعرف، لا يعرف، صدقني. القارعة، اقرأ القارعة. مش القارعة، شنو يا أخي تقربها؟ سورة الواقعة، سورة الواقعة. هاي قل لك كلمات، عيد لك كلمات. طيب ايش قال لي؟ انا مختص في البيت. اختصاصي. شمسي، شمسي شو اسمه؟ شو اسمه هاي الآية تقول عليها الما موجودة بالقرآن؟ دقوس بس شو اسمه؟ يلا خليني أعيد لك إياهن. تفضل. القارعة. خلاص يعني مرة تخرب يعني الموضوع. يا أخي إذا أحكي غلط يعجبكم، من ناحية الصح ما يعجبكم. الأسبوع الماضي ناس شمسي. خلينا لك بابا وعد إيد الإسلام على الطقية. والله إي والله. يا زلمة لا تشوفك. وفنك تقدر بس. إجاني إيران الأسبوع الماضي. صحيح صحيح. أبو كرارة أبو كرارة. بس ما فيش جمع في السنة إلا ابن سيري. أنا أعرف سلفيين هما. ما أعرف ما أعرف هذول. فقط فقط اللي اعرفه انا. جزاك الله خير. امين. انا هذا اللي اعرفه، هذا الذي اعرفه. انا ما اتفقش معك، اقول لك جزاك الله خير. لا لكن هذا الذي اعرفه اخي، بارك الله فيك. انا ما اعرف المجد. اخواني قاعد تعاون فيهم حبيبي، والله هذا الذي اعرفه حسب علمي. على موقف القران الكريم ما شده، ليه شده اخي؟ السلف كانوا يمدحون الشده، بارك الله فيك. الشده ممدوحه بعض الاحيان. تعلمهم الاول
ما هي؟ حبيب تتكلم وتمشي. لكن ما حبيب أي مسجد سلفي في 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 بريستول؟ مدة الخاصة ما بشوف. خلاص تتمشي لابد تفهم. الخاصة جزاك الله خير. بارك الله فيك. نجي اسمعني يا سيدي. يقول نقاشنا هذا مش فيت. آخر. بين لي عقيدتك من القرآن. احنا نجي نقول الامامه ذكرت الامامه ليس بالقران الكريم الشيعة يقولون بها صح ولا انا قلت في القران عقيدتكم غير موجوده موجود. بينها لي في القران واضحه واضحه yeah. تقول واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال ينال العهد الظالمين لا ينال العهد الظالمين اذن اجى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ابراهيم تسلسلا الى اسماعيل ثم الى رسول الله من ذرية ابراهيم وحدد لنا رسول الله من بعد ائمه 12 كما ورد في البخاري 12 خليفه لا لا ما تقول خليفه لا شوف شوف حبيبي شوف واحده واحده انت بعدين لك مو حتى اذا ما يصير مقاطعه بعد طيب ما. طيب انا قلت القران هذا ايه غير واضحه هذه ما تقول ائمه لا وتغير واضحه المفسرين بعدين يقول دخل المفسر هذا غير واضحه لان واضحه محمد رسول الله انت غير محتاج مفسر يقول لك من هو محمد معروف بارك الله فيك هذه غير واضحه تفضل انا اقول لك ليش ما ذكر اسم علي انا اقول لك لا انا ما قلت لك لا انا ما قلت لك ليش ما ذكر علي ذكر معوض ما قلت هذا شوف شوف ما لا لا قلت ائمه اهل البيت شوف شوف اعطي شوف شوف عقيده شوف فيه المبدا وفيه التفصيل مثال ذلك لم يذكر في القران عدد لا لم يذكر في القران عدد الركعات ضوء العصر لكن ذكر الصلاه مبدا الصلاه ورسول فسرها طيب انتم ما عندكم والائمه من ال البيت ما في في القران هالاشياء وكذلك طيب ذكر ايات كثيره وجه رسول الله وضحها لنا صح هي مثل ما تفضلت مو محكمه انا معاك اتفق خلاص لكن رسول الله جاء احكمها رسول الله احكمها رسول الله لكن ركن من اركان الدين هذا هذا بارك الله فيك وإذا حكم رسول الله مو ركن ركن سادس هذا وإذا الإمامة إذا رسول الله حكمه مو حكم ما اختلف خلاص هذا عندكم طالما لا ده عندكم بس عندنا هذه ليس حجة لا ما في يا اخي النبي هو مالتنا ومالتكم لا ما فهمت ما فهمت حج 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 انت ما فهمت الآن أنتم تؤمنوا بهذا هذا ليس حجة علينا أنا القرآن في القرآن آيات واضحات طيب الآن أنت أتيت إلى الحديث إي خليني أكمل تفضل أنت بعدين اكتب يا أخي وناقشني رد علي مثل ما أنا انتظرك وسمعك طيب تفضل 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 نقاش حلو يفيد الناس به لا لا أنت تريد الحق لو بينت لك بأنك على باطل لا تقبل لو بينت لك بانك على باطل خلاص الحمد لله خلاص اذا بينت لي انا على باطل خلاص تفضل مع قدام الناس كلها خلاص الحمد لله تفضل خلاص تفضل خلاص اي لا ابدا لان السنه هو الحق ما يكون كيف هذا مثل صار يقول لي هذا مثل يقول لي لو بينت لي انت على باطل وهذا الحق لا الحق ما الحق لا تلا في تنازل ايش قال الشافعي قلت كلامك هذا انا مش متاكد من الكلام على صواب يقابل الخطا صحيح رايك على خطا يحتمل الصواب ليس في الاصول ليس في الاصول القرآن ايش يقول؟ رأيه هذا رأيه اسمع اسمع لا 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 اسمع اسمع القرآن ايش يقول؟ اسمع القرآن ايش يقول؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع القرآن لا حول ولا قوة إلا بالله اسمع القرآن تفضل 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 وإنا وإياكم لعلى هدى رسول الله يقول القرآن أو في ضلال مبين ما قالت الصح ولا قالت تنفيهم ولا قالت تلغيهم من الوجود لا قال له وإنا وإياكم آية قرآنية لعلى هدى واحد من عندنا أو في ضرر ما معنى الآية لا لا هاد لا 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 هاد الآية سمعنا تنازلا لا 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 هاد الآية ما فسر العلماء هكا هاد الآية معناتها أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشك بأن على هدى لا عايز واحدة اشتري واحدة اشتري واحدة هذه الآية ليس معناتها الرسول مشك حبيبي لا 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 هذه الآية ليس معناتها بأنه على إيه لا 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 هذه عدم بأنكم إحنا على هدى وأنتم على ضلال خلاص هذا تنشنو لا جوهر الحوار لا 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 ما تلغي الآخر لا أنا حبيبي أنا احترم الآخر سأل المسيح من أناقشه ما ألغيه لأن ألغيته بعد ما يسمعني لا ما فهمت ما فهمت هدأ أطرح الله تعرف تتكلم في جنوب وتتكلم في الشمال وحياه الله أما ألغي أنا جيب البداية وألغي للمسيح إذا غلط لا أنت اليهودي غلط والله خليني بي لأنا نقطة فالرسالة لذلك القرآن الكريم راد يوضح الرسول الله يوضح له وأن خلاص وإياكم هذه ليس معناها هنا هذه هذه مستدل شوف حبيبي اسمع لي هذا استدلال غلط قل لي راح ارجع المفسرين وجهك رجعت وانا اقول لك هذه ليس كما انت معنى هذه ليس معناتها هو اسالني دقيقه انت ايش محاميه؟ لا
دقيقة كلنا لا لا هذا يقول له سيدنا من وراي والله والله يقول له سيدنا دقيقة حبيبي دقيقة واحدة تكلموا هكذا أنا من حبيت دقيقتين دقيقتين يتكلم حياته وما يجاوب شوف ناخذ ونعطي تفضل طيب أنت تحتي أنا لا شوف شوف لا دقيقة 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 أنا حبيبي تخرج على الموضوع لا تخرج على الموضوع لا 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 أنت مع سيد هذا يقول له سيدنا يعني بس لا لا إله إلا الله وحده الله أكبر يشنك والله اسمع أنا هذه أنت استدللت بها في موقع خاطئ أنا أقول لك مثل ذلك لو قال النصراني يا شمسي لو بينت لك بأنك على باطل هل تتغير أقول لا لأني متأكد مليون بالمئة أنا ليس على باطل فكيف خطأ فمعنى أبدا يكون خطأ ما راح تفتح حوار مع الآخر هذا انفتح باطل لا افتحه انفتح باطل لا لا انا افتح حوار مع الاخر اقول له اوكي تعال ناشر بين لي اذا خطا يا بس عندك اجي معاك بين لي اذا خطا عندي اجي معاك فانت شاك في دينك لا مو هذا مو شك هذا فمعنى هذا ايش البحث عن الحقيقه نعم بحث عن الحقيقه فانت شك هذا شك انا مالي شك انا ببحث عن الحقيقه الحقيقه عندنا الحمد لله الشك لو اقول له انا ما ادري والله انا ما ادري انا صح ولا غلط انت تبحث عن الحقيقه بس اقول له تعال ناقشني اذا قنعتني استطعت ان تقنع نفسي ويقسمني نعم فانت شك وانت كذلك لا مو شك هذا تبعد عن الحقيقه ناقشني يا اخي تبعد عن الحقيقه اطرح عليك انسى 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 خلف انسى انسى انسى, انسى. اعطيني ايات واضحه في القران تبين عقيده الشيعة واضحات واضحات اسمعوا يا جماعة من القرآن من القرآن الكريم وأنذر عشيرتك الأقربين اسمح لي أنا ما أقول شيء وأنذر لا لا ما تعال لا أقول لك اسمع يعني مو شرط وأنذر عشيرتك الأقربين هاي في بداية الدعوة بعد 3 سنوات من دعوة رسول الله جمع رسول الله عشيرته جمع عمامه جمع المقربين له كما لا حبيبي هذه ليس واضحه هذه ليس واضحه اسمع لان عشيره اسمع لا قبل ذلك حبيبي هذه بعد ما كملت تقول كمل الحوار يلا تجاوبني يجى فسرها الطبري الطبري عنده تفسير وعنده تاريخ الطبري عنده تفسير في طبرين في طبر في جوش طبري محب الطير طبر الشيعي الشيعي يا تعرف محمد بن جليل الطبري سني ابو جعفر يا ابو جعفر عنده تفسيرين عنده تفسير وعنده تاريخ لا صحيح اثنينهم طيب اجى قال جمع رسول الله هاي من الطبري قلت له طلع اذا احد عنده الطبري هسه طلعها بالانترنت يكتب تفسير الطبري ما في مشكله تدخل على واحد بعثكم ادخل هذه ليس واضحه الطبري وش التفسير يقول هذه ليس واضحه جاب تفسير اسمع اسمع فسرها الطبري ايش قال ايش قال قال جمع رسول الله عليه الصلاة والسلام عمامة عليه الصلاة والسلام وعلى أهل بيته جمع وعلى صحبه وعلى صحبه جمع أهل بيته ها قالوا من تعلمون إن ما جئتكم إلا خير وما شو يظل يمدح لهم بالإسلام وقيم الإسلام قال نعم يا رسول الله نحن نعرف بك عمامة وعمامة من يؤازرني ويكون خليفتي وصي من بعدي هذا باطل حديث باطل هذا هذا باطل ولا باطل الطبري ليس كل حديث الطبري لابد يكون صحيح الكلام الصحيح لا شوف حبيبي شوف 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 نو شوف 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 في رايته خلاص 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 ما خلاني اكمل انا بدي اكمل ايش كل ما نسيت ايش كل ما نسيت ترى الحوار ما نسيت من هسه انا حامل مثل فيصل القاسم هو قال لك يريد ايه محكمه صريحه مثل محمد رسول الله هل تعني اي شيء اخر واني عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين اني العشيره عشيره رسول الله في اللغه العربيه انت عربي ما معنى العشيره في اللغه العربيه ارجع القبائل مفسر موالف انت عايز عربي العشيرة معناتها ايش؟ قبيلة ليس علي بركة وليس معنى حبيبي دقيقة دقيقة لا أنا هذا الشاهد حبيبي أنا سؤالي أين الإمامة في القرآن التي هتدخل الطبري ما يفهمت السؤال يا حبيبي خليني أكمل الله يخليك خلاص هذا حديث باطل هذا حديث باطل هذا اسمعني ما يخالف هذا ليس معناه هذه الآية ليس معناها أن أئمة 12 من أهل البيت ما في هذه الآية أبو إيش أنت أبو إيش أنت أبو إيش أنا أبو علي أبو علي أهلا وسهلا أبو علي شمسي يقصد مثال آية الله سبحانه وتعالى قال محمد رسول الله جميل هل تعني محمد يعني والذين معه أشداء خلينا نأخذ هذا القسم من الآية محمد رسول الله واضح أن محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول آية محكمة واضحة صريحة ما بتحتاج أي أحد يفسرها تمام كون الإمامة عندكم عقيدة وهي ركن من أركانكم في الإيمان في الدين الشيعي هل عندكم آية في القرآن الكريم محكمة
واضحة صريحة تقول بالإمامة؟ لا 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 أوقف أوقف. أنا أسأل سؤال، خلي أسأل سؤال. لا لحظة، أنا أخذ سؤال، سؤال رائع ممتاز. أسألك لما تيجي آية قرآنية ويجي رسول الله يحكمها إلي، يحكمها رسول الله، أخذ بحكمه لو ما أخذ بحكمه؟ أخي حكم الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج سند، لهذا السند يحتاج نصح السند. صح السند خلاص عندك وعندي. لا هو 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 السند، هو السند صحيح. هو لما نزلت وأنذر عشيتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصف فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت محمد بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. هذا في صحيح مسلم، ما كان فيه من يكون خليفة بعدي. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم التوحيد هو الأول يخمع الخليفة بعده؟ كيف الرسول ما دعا التوحيد أصلا دخل في الخليفة؟ الله حبيبي يا حبيبي يا أبا علي حفظك الله وهدنا الله. أبا علي ما في آية في كتاب. دقيقة دقيقة حبيبي، دقيقة حبيبي، دقيقة حبيبي، ليس كل كتبنا فيها صحيح، هذا في كتب. أنا ما خليت أكمل، ما خلينا نكمل. وأنا لا إله كتبه ما تدخلش بالعقل. إحنا الرسول يدور عشان عشائر. أنا دوديك على نقطة. أو الله إيش يقول؟ الله إيش يقول؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إيش؟ نوح إلي أنه إيش؟ أنه لا إله إلا أنا. لكن أول رسالة عند الرسول عند إيش كانت؟ من خليفتي؟ بالله عليكم أين عقولكم؟ أنت تقول الرسول قال عندي عشق رابين أول شيء من هي؟ أخبرك الله فيك شيئا. أنا شنو؟ أنا شنو؟ رسول خلق خفي الخليفة الطبري عن شذيب شذاب طبري وصل رسول عليه الصلاة والسلام. لا لا مفسر مالك على لكن عن ابن تيمية يقول أعظم مفسرين. نعم أنا وافق، نعم وافق، لكن ليس كل شيء في صحيح. أنا شنو؟ حبيبي أنت كما خليت أكمل، خليني أكمل لك حتى تعرف. هذا فهمك ما معنى الآية الصريحة. أنا فهمت معنى الآية واضحة. يا بعد روحي، يا بعد قلبي، يا بعد روحتي، أروح لك فدوة. خلينا نكمل. كمل الأخ الله. آه رحم الله والديك. هذا يبطل آية يا أيها النبي بلغ ما أنزل يا أيها الرسول. يا رسول عفوا. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فلم تبلغ رسالتك. فما بلغ هذا الكلام نزل في علي، إذا الرسول قبل هيك ما بلغ. لا وجهكم في آية أخرى. لا لا ما انا إيه كان خايف يا رسول الله. نعم نعم حاشا تفضل تفضل دقيقه. الرسول قبل هذا ما بلغ. لا هو كان عندي عاشت الاقربين. انا شو سالت سؤال من قال هذا؟ انا سالت يا ابو علي، انا سالت سؤال علي 5 سنين والرسول قال من يكون خليفتي وصيتي؟ ايش كان عنده 90 سنه 10 سنه 10 10 سنين مدري 11 سنه 11 انا ما له علاقه ما له علاقه ترك من اخي والله يا اخي مش انا بن زيد ايش قد عمره ولا رسول الله على المهاجرين صار 17 سنه ولا على يا سيدي 11 وقل له انت لا 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 شوف حبيبي انسى عندك ايه واضحه ام لا؟ خليني اكمل. اعطيني ايه واضحه حتى تعطيني ايه واضحه خليني اكمل لانك لا تضيع وقتي يا ابو علي. لان ايش؟ انا سالتك سؤالا واضحا، اعطيني ايه واضحه. انت عندك ولا ما عندك؟ وانا جبت لك الطبري الى جوابين، الطبري عنده جواب يا هاشم. وانذر عشيرتك الاقربين ما تفهم منها الطبري انا دقيقه. وانذر عشيرتك الاقربين ما تفهم منها بالعتب في هذه الدوار خلاص. فهذا ليس دليل. انا اقول اعطيني ايه واضحه. صار هواي ما جاء حاجه تجي تسمعي الان اخي جنة سنين ما جاء لا جدالك. ما في ايات القران يخالف الشيعة. انا ابو عائشه والنعم بارك الله فيك صح. دخل اجاوبك انا جاوبني اوريدي ما خلتني قلت عندي العاشق اقربين هذا جواب غير صحيح. بعدني يا حبيبي بدي اذكر لك مثالين جوابين للطبري. ايش يقول الطبري؟ طبري ليس قران. قلت من القران يا عم مش احنا ما ناخذ تفاسيرنا غير من لا اعطيني قران اولا واضحه ثم ذهب تفسر للطبري. اخي شوف شوف معناتها واضحه. انا اقول معناتها واضحه يا ابو علي. الله سبحانه وتعالى عندما قال مهاجر انصار الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ما اتوا فسر من مهاجر انصار، وان كل الناس عرفوا من هم المهاجر انصار، ما محتاجه تفسير لانها واضحه. لا مو واضحه هسه جواب هسه جواب هسه جواب هسه تفسر نفسها هسه بارك الله فيك هسه جواب خلاص اخي والله خلاص برا ابن عازب خلينا برا ابن عازب. لا حياك الله ابو علي حياك. لا ما عندك ما عندك آية. لا 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 والله اعتبره هروب. لا مو هروب خلاص. لا اذا لا تعرف ايش اذا قلت هروب العب رياضه قل ما شاء الله قل ما شاء الله. لا لو قال هروب قل ما في مشكل لان امامكم 12 هرب. اه بدينا بس هرب صحيح الغلط. لا لا ابو علي ما هرب امر من الله هذا هرب ما هرب ما نقول هرب امر من الله اختفى امر من الله. لماذا 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 هرب؟ امر من الله الله امر ما ندري ليش وحي وحي قطع شراب كيف سمعت ليش شراب خليني اجاوبك يلا الامام علي قتل
الإمام الحسن سم، الحسين قتل وقطع، زين العابدين سم، محمد الباقر سم، جعفر الصادق سم، كل أئمة قتلوه. إذا لم يبقى إلا الإمام الحجة، أراد الله أن يحافظ عليه لأنه يملأ. خاف خاف هرب، هدية رضاك من الله مو هرب، ما أقول هرب. طيب ما أقول هرب يا اسمع أنتي. من تناقش هذا لا دقيقه لا هدفي كيف أمر. كيف امر الله اوحى الله هل اوحى الله الله لمن للصغير 12 العسكري ما قلنا اوحى الله قلنا امر من رسول الله يختي امر رسول الله وصانا بانه نتبعه وهو وصانا بان نتبع العلماء ما الرسول انت قلت الله امر ان يختفي او امر من الله كله لا دقيقة دقيقة أين أمر الله الاثنى عشر أن يهرب ويختفي من؟ الاثنى عشر؟ أين؟ نحن نقول طالما قتل الأئمة الاثنى عشر أنتم ليس الله اسمع اسمع اسمعني اسمعني فإذا الله أراد يحفظه هذه تفسيرك أنت أبا علي ولا وشو الحل شو الحل لا ما في مشكلة بلكن أبا علي أنت قل الله أمره أنت قلت حبيبي شوف أبا علي أنت قلت الله أمره لا هو عارف خاف على نفسه نعتبر وجوده خالف على نفسه ونعتبر وجوده أمر من الله انا ما انا اتكلم عن نفسي شوف شوف انا اسوي حبيبي ابو موسى خرج خابر انا ما عندي مشكله هذه لكن انتم تؤمنون بانه عندما يرجع عنده لا الارض نعم هو عنده قوه لكي يملا عنده قوه هو قوه شنو قوه طب ليش ما طبق ليش ما طبق على الامام هذا كما يعني الايه اللي قال يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله الله يقسم الا الله ليش الله سبحانه وتعالى ما عصم امامك محمد الحسن العسكري إيه؟ كما عصم النبي عليه الصلاه والسلام كونه معصوم عندك الحسن العسكري محمد إيه؟ هو المهدي ليش ما عصمه من الناس لماذا هو معصوم الناس؟ شوف الله الله شوف فهمت سؤالي يا إيه الشيعة الله سرك عليك الشيعية خلي جاوب خلي جاوب انا ما شدك يا اخي اي مو ثلاثه تدير وشد يا جاوب يا اخي انا ذاهب انا ما اعطيتني ايه في كتاب الله هذه ما فيك ايه ما يعطوك ما يعطوك ابدا حتى يقوم العدل شال يسوون بين اسرائيل بالانبياء لا 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 انت ابدا الا انت وعدم طاعه قد يقتلون الاف يوميا عشرات القلوب بين اسرائيل اذا الله اللي يقتلون الله اللي يحافظ عليه بشكل طبيعي بالشكل مثل ما رسول الله جرح في احد وجرح في احد رسول الله لو شاء الله سبحانه وتعالى ان يبقى هذا الامام لو كم مده سيعيش وهي الله سؤال كم مده سيعيش ما ندري مع الله شو لو بقي ما حبيبي 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 شوف شوف عيسى دخلش على الموضوع عيسى ابو علي لو لم يكن مسبحين للبثه في بطنه لا يموت والله والله الملاحده والنصارى والله بارك الله فيك دقيقه انا اقول كلمه وامشي الى يوم يبعثون لكن هذا من كتاب الله 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 هو القادر هذا من كتاب الله لا اين من كتاب الله ان العسكري قاعد ألف سنه من اين اتت بهذه نحن نقول طالما رسول الله اوصانا اين الرسول قال سوف يقتل ألف سنه اين قال الرسول اوصانا باتباعه حبيبي كيف يوصل خلاص كيف تتبع الشخص غير موجود من قال غير موجود؟ أين هو؟ لا موجود. أين؟ موجود. لا موجود. أين هو؟ الله الله حاط الحكمة الحكمة الإلهية. فين فين؟ تدري ليش؟ تدري ليش؟ دقيقة حبيبي. المشكلة حبيبي. اللي يعرف أبو علي. أبو علي. لا لا أبو علي دقيقة هل يجب نتبعه؟ يجب. كيف نتبع ما نعرفه؟ أين هو؟ هذا أنا أسألك سؤال. رسول الله مشال. رسول الله مشال بغار أحد. مو بغار أحد. مش على أبي طالب أربع سنوات نعم شو الناس تتبعه بعيد عنهم لا يوصلهم رسالة لا يوصلهم شو كان يتبع الناس كانوا متبعينه ليش السلام ليش تبعه ما تعاليمه لا يقولون به إذا تعاليمه إذا نحن عندنا درايم رسول الله لا لك رسول لا 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 رسول الله التقوا به رسول مكة رسول مكة مختلف كيف لا 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 هذه حجة ضدك ليس لك خليني أقول لك خليني أقول لا أقول لك هل أربع حبيبي اسمعني حبيبي والله أربع سنوات أين كان في شعب طالب هل كان لا حبيبي هل كان حبيبي كان معروف وكان الناس يتعاملون معه حتى من الخارج طيب لا خليني كمل يا حبيبي اذا اي شخص عامي من الناس المعممين عامي يريد الرسول
يذهب إليه. هل أنا أستطيع أذهب إلى الإمام؟ لا يذهب 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 لا يذهب لا حصار ماك على الحصار في الطعام كيف حصار الطعام والزواج أخي الله حبيبي خلاص أنا ما أنا لا 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 والله لا دينا ويديكم دقيقة والله لا دينا ويديكم والله لا لا أبو علي أبو علي والله أبو علي والله يا عبد الله رجع من إيران أبو علي حياك الله الله يدينا ويهديك والله قدام جماعة لا والله قدام جماعة صحيح أنت ما والله لأنك ما تستطيع أصلا أريد أهديك للحق أبو علي تريد الحق تريد الحق الحق واضح الحق واضح هو في القرآن والسنة أنا طيب 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 ما رأيك في إنسان يقول مدد يا علي المدد يا علي قال محمد صلى الله عليه وسلم مدد يا علي وأخذ رسول قال مدد يا علي جاء فاطمة هذا الأسبوع الماضي قال لك الرسول كان بيمتحر والله هذا يقول لك الرسول كان بيمتحر والله هذا الله بارك الله فيك يا بارك الله يسحله سحله سحله بارك الله فيك أحسنت ما قال مدد يا علي لا لا المدد في اللغة العربية لا 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 حبيبي شوف 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 هذه ما كان محتاج الله سبحانه وتعالى أعطاه يأتي بأهل هذه المباهلة تدخل هذا غلو عنده هذا عنده غلو في الشيعة حتى هذا الشيعي يعرف هذا السيد انت... الله خلاص أبو علي الله يهدينا ويهديكم السلام عليكم حياكم الله الله يهدينا ويهديكم.